أكد مرشح تيار الإصلاح الوطني ضمن ائتلاف الناصرة الشيخ صباح الساعدي على أهمية المشاركة الفاعلة من قبل المواطنين في الانتخابات المقبلة من أجل إنجاح العملية الديمقراطية في البلاد. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بأهالي حي العامل في محافظة ميسان. كان محور اللقاء الأساسي والرئيسي هو موضوع الانتخابات، المشاركة في الانتخابات، المشاركة الفاعلة، الخروج بنسبة أكبر من الانتخابات السابقة لكي نبين للناس إيماننا بالديمقراطية الحديثة، إيماننا بالعراق، بهذا البلد الذي له حق علينا، والحق الأكبر هو الخروج للانتخابات. الأخوة الشيوخ والوجهاء كانوا متفهمين لهذا الموضوع وداركين أهمية هذا الموضوع. وأشار الأهالي إلى أهمية المواضيع التي تم التطرق إليها مع الشيخ صباح الساعدي، لا سيما ما يخص المشاركة في الانتخابات القادمة واختيار الممثلين الحقيقيين للشعب في مجلس النواب القادم. وإحنا من دورنا اليوم كوننا شيوخ عشاء نحث عشائرنا ومواطنينا، مواطنين محافظة العمارة، على المشاركة بالانتخابات، وهذا اللي نحث عليه في اختيار الشخص النزيه الكفؤ للمحافظة اللي يخدم الشعب. في هذا اليوم تم اللقاء مع الشيخ صباح، وتباحثنا الأمور اللي تخص المجتمع وتخص البلد، من الأمور الاقتصادية ومنها الأمور السياسية، وحثنا على الانتخابات والاندفاع نحو الانتخابات لانتخاب الشخصية اللائقة المضبوطة المرموقة اللي تخدم المجتمع. ومن الجدير بالذكر أن الشيخ صباح الساعدي يعد من أبرز مرشحي تيار الإصلاح الوطني ضمن ائتلاف النصر في محافظة ميسان، ويحمل التسلسل رقم 3. من ميسان، أحمد السدخان، قناة بلادي.